بسم الله، ازاي اعمل بيرت شارت عشان اداره المشروعيه، عشان اعرف كل مهمه تاخد قد ايه، والمهمه اللي قبلها قد ايه، والمهمه اللي بعدها قد ايه، والعلاقه اللي بينهم. هتيجي هنا في الفيزيو وتقول له بيرت بي ار تي شارت، هتفتح لك بالشكل دوت. فانت هتختار بيرت 1 بالشكل دوت، تمام، او بيرت 2، وتقدر تخلي ترسم واحد تاني على طول. بيرت 2 بيبقى التفصيل فيها اقل. هنا تلاقي الايرور ستارت، لو انت عملت سيلكت على البلوكه كلها وجيت تكتب هيكتب لك اسم المهام اللي موجوده. هنا عايز تكتب، هنا هتدوس تاب، تبدا تختار اني واحده اللي انت عايز تشتغل عليها، وليكن دي مثلا، وتدي له بعد كده مثلا عايز تكتب التاريخ، عايز تكتب ديوريشن زي ما انت عايز بالشكل دوت. وتقدر تعمل كونكتور في اي وقت، كونكتور من هنا لهنا. هنا تقدر تقول مثلا عايز اربط بايه تاني، تقدر تخليها كده، اخليها بوينت تول بالشكل دوت، وهكذا. تقدر تربط البلوكات دي ببعض، تمام. وهتلاقي هنا اللاين كونكتور لو عايز ترسمه، او دايناميك كونكتور زي ما انت عايز.